السلام عليكم اخوان اخوات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفراشه سهله في الخياطه وسهله في الصاله. كانت طلبتها مني واحد المتتبعه ديال اخت حوريه من قناه حوريه متنوعه. كانت طلبتها مني، قالت لي ديري لينا شي فراشه كتلبس مع الجينات، يعني روميه، وتكون سهله في الصاله وتكون سهله في الخياطه وما تكلفش بزاف، يعني حتى الثوب ما كيخصكش الثوب بزاف. اذا ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم هذه الفراشه هذه. غنوريكم كيفاش تاخذوا القياسات ديالها، ما فيهاش شي قياسات بزاف، يعني بالامكان ديال شي وحده تكون مبتدئه اولا تكون غير هاويه، يعني ماشي حتى في الميدان ديال الخياطه، يعني الا شافتها راه تقدر تفصلها بوحديتها، يعني ساهله ما فيهاش تقطع بزاف، ما فيهاش لي كوتور بزاف، وكتجي زوينه مع الجين بالنسبه للمحجبات ولا غير المحجبات. اذا على بركه الله غادي نبدا ان شاء الله نشد معكم العبار ديال الفراشه. اذا ها انتم شوفوا معايا شنو كنبغي في هذه الفراشه. كنبغي اول حاجه الطول، تاخذي الطول ديالك عادي، هي راه كتعرفوا بان ديك الفراشه راه كتجيب تقريبا حتى لليفاس، يعني كتشوفي الطول اللي بغيتي الكتف، ها انتم من الكتف من هنا كتجي حتى لهنايا. اذا مثلا، اذا البنات انا قربت لكم باش تشوفوا مزيان، كناخذوا الطول ديال الفراشه يعني من هنايا، ها هو كيدوز على لابواطخين هنا، كتشوفي الطول اللي بغيتي، هي كتجي قصيره، يعني مثلا لقينا هنا 60 مثلا عندنا في الطول ديال الفراشه، عاد باش كتجي عندنا بطبيعه الحال كتاخذي لو تور دو بواطخين، الدوره ديال الصدر كتاخذيها، وكنديروا القاعده ديالنا راكم عارفين، كن لو تور دو بواطخين، وكنقسموا على اربعه، ومن بعد نقول لكم شحال ديال الزيادات كنزيدوا في الفراشه، ماشي بحال لباس الاخر، يعني كديروا لو تور دو بواطخين ديالكم وهذا، وعاد باش كنشدوا الكتاف ديالنا، ها انتم ماشي الكتاف، كنشدوا تقريبا بحال الماده، كتاخذي من هنا من هاد البلاصه هادي، وكتشوفي السيده فين بغات الفراشه، تالين بغاتها، بغاتها مثلا طرواكار، بغات غير السكون، بغاتها هابطه حتى لتحت، يعني بهاد الطريقه هادي كتشدي، كتشدي من هاد العظم هذا ديال العنق هنايا، وكتهبطي وكتشوفيها تالين بغاتها، تالين بغات الفراشه. هادو هما القياسات اللي تناخذوا ديال هاد الفراشه هادي. اذا دابا على بركه الله غادي نبدا نوريكم الطريقه باش غادي نخدم. اذا البنات دابا عندي مثلا الفراشه بغيت الطول ديالها 50 او 60، اللي قيست على السيده، يعني مثلا قيسنا لها بغات في الفراشه 60، اشنو غنديروا؟ شحال ديال الثوب غتشري؟ كديري 60 فوا 2، يعني كتاخذي متر و20، كناخذوا في الثوب متر و20، يعني داك الطول اللي لقيتي ديال الفراشه، الطول اللي بغيتي في الفراشه كتشريه في الثوب على جوج مرات، لقيتي 60 في الطول غتشري متر و20، لقيتي 70 غتاخذي متر و40، يعني الطول ديالك فوا 2، هذه هي القاعده باش كناخذوا الثوب. ثاني حاجه عندنا الصدر، الصدر كنقول لكم مثلا لقيتي واحد الرقم كتقسمي على 4 في الجلالب، وهذا كنقول لكم ديروا زائد 4 اولا زائد 3 اولا زائد 5 الا بغات المراه شويه ديال الاتساع، كنقسموا يعني داكشي اللي لقينا في الفراشه كنقسموا على 4، كندير زائد 2 صافي، كديروا غير زائد 2 في الفراشه، كديروا زائد 2. اذا هادو ثلاثه القياسات، عندنا الطول، عندنا الماده يعني نصف العنق زائد الكتف، وزائد الكتف وزائد طول الكم، وعندنا الدوره ديال الصدر. هادشي اللي غادي ناخذ. انا دابا غنوريكم هاد الثوب مثلا، ها هو الطريف انا حيت كان عندي، ها انتمايا انا غنطوي على جوج، ها هو طويت على جوج، وهنا غنطوي على 4، يعني كطوي على جوج وتعاودي طوي الطول وطوي بالعرض، ها هو على 4. اذا ها انتما كتشوفوا معايا هنا عندنا الثنيه، هاد البلاصه ما غنقطعوها شي غتبقى. اذا اول حاجه غنديروا غادي نجيو نشوفوا الطول ديالنا، انا غنخدم على الطول ديال هاد الثوب، ها هو الطول درنا من هنا لهنا الطول، انا ديجا كنت مقطعه، ها هو الطول، كنجيو لهاد البلاصه هادي، ها انتما كتشوفوا معايا الثنيه، كنجيو لهنا كندخلوا ب 8 ديالنا 8 سنتيم، وكنهبط بجوج ونص، القاعده اللي كندير كيف ديما، وها انتمايا كندير التقويره ديالي 8 جوج ونص صافي، هادشي اللي كندير. اذا من بعد اشنو كديروا البنات؟ كتجي لهاد البلاصه هادي، هنا عندنا الماده لقيتي 35 لقيتي 40 لقيتي 60، داكشي اللي بغيتي غادي ديريه، انا ديجا كنت مقطعه الثوب، اذا هنا عندي هنايا 38، يعني غادي نستغل هاد 38 كامله غنديرها، هذا 38 8 سنتيم جوج ونص، هنا راه كتبقى عندنا الثنيه ما غاديش نقطعوها، ما نقطعوهاش، غنجيو البنات ها انتما كتحاولوا مثلا كتهبط. اذا عندنا البنات هاد البلاصه هادي ما غاديش نعطيكم نقول لكم تشوفوا التركيز شحال، ولا غنعطيكم واحد الرقم اللي تبداو تستعملوه، وانا كنخدم به ديما
وكيخرجني ما كيكون حتى شي مشكل. يعني هاد البلاصه هادي هي غنخرجوا منها يدنا. هنا انا غنعطيكم ارقام تقدروا ديروا 26 28 مرا متوسطه 30 شي وحده اللي تكون غليظه. يعني هنا كيمشي على حسب مثلا كيف شتيتي الفورمه ديال المراه. انا غادي نهبط مثلا ب 26 يعني مثلا ديري 26 اولا 28 اولا 30. بالنسبه للبنيات الصغار راه عاوتاني كنقصوا لهم ما كنديروش هذا العدد هذا. اذا هنا جيت هاد البلاصه اما تهبطي من هنا ب 26 اولا تهبطي ب 28 اولا تهبطي ب 30 على حسب الفورمه ديال المراه. عاد كنجيب هاد البلاصه البنات هادي راه هادي ماشي يعني راه كتبقى اختياريه. مثلا عندي هنا انا عندي 24 ها هي دور الصدر 24. هاد البلاصه كتبقى اختياريه يعني كاين اللي كيدخل غير من هنا لهنا ب 6 سنتيم ولا 8 ولا 10 وكيدوز واحد لاكوتور. اذا كنديرو انا درت دور الصدر باش يجيها هنايا سيغ ميزيغ غا تجيها لاصقه السيده. وشوفوا معايا اشنو كندير. انا كنمشي بواحد الخط ديال تقريبا كتكون فيه ديك 30 ولا 35 كندير بحال هذا لهذا القنت هذا هذا القنت هذا اللي عندي هنا كنمشي بحال هكذا البنات ما كنعبر لا ورك لا حتى شي حاجه. تقريبا كندير في هذه ديك 30 سنتيم كنجيب واحد الخياطه خياطه من هنا حتى لهنا صافي. هذا الشيء اللي كندير وكنقطع الكول ديالي هانتوما يا انا قطعت الكول وغادي نزيد في الدوبل. وهاد البلاصه البنات هذه بعض المرات كتجي مع الجين زوينه كنخليوها هكذا على شكل زاويه قائمه هنايا كتبقى بحال هكذا. وإلا بغيتي ديريها غو راه غادي تدخلي هنا ديري مثلا هنا 10 سنتيم اولا 15 وهنا 10 سنتيم اولا 15 وكتجيبيها هكذا غو. انا هذه بغيت نخليها هكذا كاري تبقى كاري. اذا اشنو غادي ندير هنا راه ما غاديش نقيسو كيف ما كنت معكم واحد المره في واحد الفراشه صغيره. غادي نشد فليتات باش تراسها ليا الخياطه في الجهه الاخرى. يعني هذه كتلبس مع الجينات يعني من الاحسن تفصليها راه بعض المرات كتاخديها كتطلع غاليه ويلي صوبتيها تقريبا تقدر بالثوب ديالها وبخياطهم ما تكملش حتى 50 درهم. يعني بنادم باش كيحفص بشويه يعني هذه راه 50 درهم طلع لك بالثوب ديالها وبخياطها وكلشي. غنقاد غير هاد الجناب هادو باش ما نمشي الفراشه تبان لكم. اذا دابا اشنو غندير البنات ها تراسيت لكم. دابا غادي نجي هنايا غير شويه المليون تراسي حيت ملي غادي نحط غادي نهز طريف واحد. شوفوا معايا طريف واحد حيت راه مطويه على اربعه طريف واحد وغادي ندير الكول ديالي. مثلا هنا نهبط مثلا ب 8 او 10 سنتيم لان الكول في هاد اي لباس ما كنقطعوش من الكتف تحاولوا هاد الكول ما توسعوش بزاف لان ملي كتحلوا راه كتلقاوه متسع بزاف. يعني كتحاولي الا كنتي كتهبطي ب 12 نقصي جوج سنتيم ديري غير 10 كنتي بغيتي 10 ديري غير 8 سنتيم لان الكول كيتحل بزاف. اذا شوفوا معايا انا ما باغاش نحل تنقطع زيد طرف واحد هانتوما ثلاثه بقاو لتحت. غادي نقطع هاد الكول ديالي نقطعوه حيت انا غندوزو هذا غير بالبيكوز ما غندير ليه لا سفيفه لا حتى شي حاجه لانه غادي تلبس مع الجين. هانتوما كنقلب شوفوا معايا مزيان كنقلب. انا دابا راه كندير لكم غير بطرق مختصره باش تزعموا شويه في الصاله. هانتوما شديت هذاك الطريف حطيته على هذا وتراسيت وهنايا غادي ندور هاد كنحاولوا نستنتجوا افكار بسيطه في الصاله باش في نفس الوقت كنزعموا في نفس الوقت ان يخرج لينا الصاله ديالنا تخرج لينا مزيان. يعني ماشي غنبغوا نختصروا ونخرجوا شي حاجه ماشي هي. اذا هانتوما البنات دابا عندي هاد البلاصه هي ديال الخياطه انا نطراسيها هاي شويه كنخيطوا هاد البلاصه هاي. اذا غادي نحل باش تشوفوا الفراشه ديالي ديال الجين روميه. هانتوما ملي كتلبس البنات ملي كتلبس كيبقاو هاد الجناب طايحين. ملي كتلبس هنا راه غادي دور بلوغلي اولا ديروا لها واحد بارمونتور اولا ديروا البيين من هنايا وكتجي واحد الخياطه هكذا تقريبا خياطه 30 سنتيم 30 سنتيم 25 سنتيم غير شويه. واللي بغا ديرها غون هاني ديجا راني تراسيت لكم غون ها هي دايره. اللي بغاتها كاري انا كتعجبني كاري كتجي هابطه من الجناب. يعني هذه هي الفراشه ديالنا ديال الجين بكل سهوله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتشتركوا معايا في القناه ديالي باش تشجعوني. وشكرا ان شاء الله الى فيديو جديد ان شاء الله تحت الرغبه ديال واحد المتتبعه قالت لي بغيت فراشه
بالكمام ديال الحضور، يعني تكون بالكم ديالها تكون ديال الحضور. ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله نحاول باش نطبقها معكم بحول الله.